نقاش الموضوع ينضم إلينا من لندن السيد وجدان عبد الرحمن الباحث في الشؤون الإيرانية. سيد وجدان مرحبا بك معنا. بعد أكثر من أسبوع على هذه الاحتجاجات في المدن الإيرانية لا مؤشرات على انخفاض وتيرتها، بتصورك كيف تبدو الاحتمالات أمامها الآن؟ تحياتي لك ولمتابعي قناة القد. بعد مضي أكثر من 7 أيام ونحن اليوم في اليوم 8 من هذه الاحتجاجات، وهذا لم يحدث في السابق في الاحتجاجات السابقة أن تستمر الاحتجاجات لأكثر من 8 أيام، يتم قمعها خلال 3 أو 4 أيام، وهذا يشير بأنه بالفعل زخم الحراك في الداخل أصبح واسع بشكل كبير، وأيضا هنالك الشارع أخذ قراره بأنه يخرج إلى الشارع لحين إسقاط هذا النظام. شاهدنا في الاحتجاجات السابقة خاصة في احتجاجات 2019 ضحيتها 1500 قتيل خلال يومين، لكن خلال 8 أيام في هذه الاحتجاجات صحيح سقط عندنا حوالي فوق 50 قتيل، لكن مقارنة بالضحايا الذين راحوا في الاحتجاجات السابقة يعتبر الرقم قليل جدا، وهذا يعطي أيضا دافع أكبر. وهنالك حديث عن الشارع سيبقى منتفضا لحين إسقاط هذا النظام، ولذلك أعتقد أنه بعد دخول عدة عناصر لاحتجاجات القائمة في إيران يجعلها أن تستمر بشكل أكبر. يعني كانت لدينا هنالك مدن لم تنتفض في السابق، واليوم أصبحت من المدن الفاعلة خاصة في شمال إيران، المعروف عن أذربيجان والأتراك الآذريين يلعبون دورا كبيرا في الاحتجاجات، واليوم حضروا بقوة، ونصف العاصمة الإيرانية طهران أيضا تعد من الأتراك الأذربيجانيين. دخول النساء وبقوة في هذا الحراك ما جعل أيضا حتى النظام الإيراني أن يأتي بقوات الشرطة من العنصر النسائي، وهذا يثبت بأنه مدى فعالية دور المرأة في إيران لتصدي لقوات الشرطة. هنالك عوامل كثيرة أعتقد هذه المرة تجعل أن تكون الاحتجاجات مستمرة لفترة أطول، وإذا طالت الاحتجاجات يصعب السيطرة عليها. وهنا سيد وجدان أشرت للزخم الكبير الذي يحيط بهذه الاحتجاجات إلى استمرارها واتساع نطاقها لتشمل مناطق أخرى جديدة أيضا، إلى أي مدى يعكس هذا بأن المحرك لهذه الاحتجاجات ربما أعمق وأبعد من قضية أميني، وإن كانت هذه الحادثة هي الشرارة التي أشعلت الشارع؟ بكل تأكيد أصبح المواطن في إيران هو بين الحياة والموت، ما لديهم مرضى في البيوت يصعب عليهم معالجتهم، يصعب الحصول على الأدوية، يصعب الحصول على لقمة الخبز في إيران، يصعب الحصول على فرصة عمل، يصعب على المتقاعد أن يحصل على رواتبه، والعمال والموظفين لم يحصلوا على رواتبهم، وهنالك العديد، حدثت كثير من القضايا، هنالك عديد من الانتحارات للشابات وللشباب وأيضا لأسر بسبب عدم استطاعتهم توفير لقمة الخبز، انتحروا لكي لا يخجلوا أمام أبنائهم وأولادهم. لذلك لم يبقى أمام المواطن في إيران إلا الخروج. هنالك أصبح الخلاف أو أصبحت المشكلة ما بين النظام وما بين الشعب عميقة جدا. النظام حتى الآن لم يستطع توفير أبسط ما يبحث عنه المواطن، تحمل المواطن أكثر من 4 عقود الحروب والعقوبات والكثير من الأمور دفاعا عن هذا حتى النظام، لكن للأسف الشديد نشاهد في كل مرة حينما يخرج الشارع للمطالبة يتم وصفه بالقوغائيين والعملاء ومن لديهم ارتباط مع إسرائيل ويصفهم بمواصفات
مواصفات كبيرة في حال هؤلاء من هم في الشارع هم من قاوموا وصبروا، لكن للأسف الشديد النظام تعامل معهم بغسوة، ولهذا نشهد أن هنالك مقاومة كبيرة وقوية من جانب الشارع في هذه المرة ضد هذه السلطة القمعية. الأصوات والمطالب في هذه الاحتجاجات سيد وجدان لم تظل محصورة في إطار الإطار المطلبي، بل تذهب لأن تحمل شعارات سياسية كذلك، تفسير ذلك بتصورك؟ طبعا الشارع قالها بصراحة، تحمل الشارع أكثر، الشعوب في إيران تحملت أكثر من 4 عقود من الظلم والاضطهاد، وحاولوا أن النظام يغير من سياساته، أن تنسحب قواته من الدول الأخرى، أن الأموال بدلا أن تخرج إلى خارج إيران لدعم ميليشيات إرهابية أن تصرف على المواطن، لكن كل هذا لم يحدث. حذر الشارع أكثر من مرة واحتج أكثر من مرة، لكن كما يبدو النظام لا يريد أن يتغير ويغير من سلوكه، ولذلك هذه المرة شاهدنا من خلال الشعارات والهتافات التي أطلقت أغلبها سياسية تريد إسقاط النظام والمجيء بنظام ديمقراطي يراعي حقوق جميع الشعوب في إيران، ولذلك المطالب هي مطالب أصبحت سياسية والهتافات أصبحت سياسية تطالب بإسقاط النظام، وأيضا حتى طريقة الرد على الشرطة من قبل المحتجين واضح جدا، تم استخدام نفس الأسلوب الذي سقط به نظام محمد رضا شاه، وهو التصدي بصدور عارية للقوات القمعية في إيران. ماذا عن رد فعل السلطات سيد وجدان؟ هل تمضي إلى مقاربات مختلفة هذه المرة، إلى مقاربات سياسية للتعاطي مع هذه الاحتجاجات الماضية في الاتساع، أم تظل مرة أخرى كما كل المرات السابقة تتعاطى مع هذه الاحتجاجات في الشارع ومطالبها أو من زاوية الحل الأمني؟ هذا النظام لا أعتقد يستطيع تغيير من سياساته أو من أسلوبه أو من طريقة التعامل مع المواطن الإيراني منذ بداية الثورة، وهو يتعامل من الزاوية الأمنية وينظر لكل من يحتاج في الشارع، وكل من يطالب في الشارع يعتبره من في خانة الأعداء. هذا النظام لا أعتقد لديه إمكانية التغيير، وليس لديه إمكانية تغيير السلوك والتصرف بعقلانية أو تغيير من سياساته لكي يتعاطى بإيجابية مع المواطن، ولهذا شاهدنا الهتافات والشعارات التي تطلق تنادي بإسقاط هذا النظام، لذلك أعتقد أنه الآن أصبح ما بين الشارع وما بين النظام هو إما وجود أو عدم الوجود، يعني من جانب الشارع لن نعود إلى البيت حتى إسقاط هذا النظام، ولا شك أن النظام الإيراني ولديه آلة قمعية لا شك أنه سيستخدمها، ولكن إرادة الشعب أقوى من إرادة السلاح، رغم أن الدول الغربية التي لحد الآن لم تتعاطى بإيجابية مع هذه الاحتجاجات، وهو أمر مخزي ومخجل لدول تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان ويذبح الإنسان في إيران دون اتخاذ أي قرار أو حتى بيان من جانب هذه الدول. نحن الشارع قرر أن يبقى في الشارع ويضغط على النظام الإيراني وسيضغط على الدول الأوروبية والغربية للاعتراف بحقانية هذه الاحتجاجات. في ضوء التعويل على الحل الأمني من قبل السلطات وفي ضوء استمرار هذه الاحتجاجات، ما عمق الخشية سيد وجدان من ارتفاع حصيلة الضحايا لما هو أبعد من حاجز 50 قتيلا حتى الآن؟ بكل تأكيد هذا متوقع، رغم أنه أكثر من 50 وليس بقليل خلال أيام قليلة، ومعظمهم من الشباب وأيضا من بينهم حتى أطفال،
طبعا متوقع ان تكون هنالك ان يكون هنالك عدد ضحايا اكبر. تصريح ابراهيم رئيسي بدلا من التهيئه وتلبيه مطالب الشارع او خطاب يحاول ان يهدي الشارع، للاسف يعطي اوامر لقوات القمعيه ان تتصرف اكثر مما فعلت حتى الان، وطالبهم ب التعامل بقوة وبشدة مع المحتجين. هنالك أيضا قرار من المرشد خامنئي أصدره إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن يتم التعامل مع هذه الاحتجاجات بقوة. ولذلك أعتقد في حال دخول الحرس الثوري الإيراني على الخط سنشهد هنالك المزيد من الضحايا للأسف الشديد. نقطة أخيرة، علاقة طهران بالأطراف الغربية، تابعنا انتقادات وعقوبات كذلك جديدة من هذه الأطراف، لكن كيف تؤثر هذه الاحتجاجات على هذه العلاقة المتوترة أساسا بين طهران والغرب وعلى مفاوضاتها المتعثرة أيضا؟ بالنسبة للدول الغربية حتى الآن ما زالت بجانب النظام الإيراني، الدول الغربية ما زالت إنه الشركات الغربية الشركات في الدول الغربية ما زالت تضغط على الحكومات لإعادة العلاقات مع النظام الإيراني، وأيضا هذه الشركات أيضا تضغط على الحكومات أن لا تكون بعداء أكبر مع النظام الإيراني. وحتى الآن الدول الغربية لم نشهد منها تغيير إيجابي نحو الشارع. أعتقد أنه سكوت الدول الغربية هي إشارة خضراء للنظام الإيراني بأننا ما زلنا يمكن العمل معا شكرا شكرا في المستقبل. شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من لندن السيد وجدان عبد الرحمن الباحث في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك.